دي كانت شوية معلومات عن قنديل البحر، ولكن أنا واثق إن أنتوا عايزين تعرفوا معلومات تانية خالص عن قنديل البحر. نتعامل مع اللسعات بتاعته إزاي، وهي خطر ولا لأ، ونعمل معها إيه، وهكذا. علشان كده عملنا تقرير صورناه مع حضراتكم عن قنديل البحر، سألناكم فيه أسئلة علشان دي تكون مدخل، الأسئلة دي تكون مدخل لينا نتكلم فيها مع حضراتكم عن قنديل البحر والمعلومات اللي لازم نعرفها عنه من الناحية بقى العملية. هنشوف التقرير ونرجع نستكمل حلقتنا. من اكتر يعني الاذيات ليه يعني اللي هو بيقرص، هو مش بيأذي على قد ما دي حركه هو بيدافع بيها عن نفسه. ممكن يتلاقي مره قفش في ايدك قفش، بس على حسب، هو على الشط جوه. اعراض لسعة الاند البحر ان هو في احمرار مكان اللسعه، في كانه كرباج، كانه خدت كرباج يعني في ايدك. بيفرز ماده لاسعه، هي حرفيا ماده لاسعه بتيجي على الجلد، فزي ما يكون ماده كاويه. طبعا هو مش لطيف خالص وبيقرص، وقرصته مش حلوه. تحس بحك كده في رجلك او في المنطقه اللي انت القنديل بيقرصك فيها، فبتقعد تهرش فيها كده. بتعمل خطوط في الجسم وكده، واللي هو ساعات بتخلي الجسم يورم. بيسبب احمرار في الرجل لو اتقرص في الرجل، وتورم، وبيخليها يبقى فيها لسعه كده بتبقى رخمه. لا هو ممكن بس يعمل خرابيش مثلا، او حاجه زي حبوب حمراء كده بس. يعني عارفه ان هي بتعمل علامه في الجسم احمرار كده زي حساسيه، المنطقه نفسها بتورم كده، بتبقى شديد الاحمرار يعني بتاعها كده، وممكن الجلد يورم مكان اللسعه يعني. بتبقى كهربا في الايد اول حاجه، طبعا بعد كده بتعمل تشوهات، اعلام في الايد كده. يا تحط بقى ليمون، يا تحط رمل، فده المتعارف عليه، او خل بقى. طبعا بنطلع بسرعه، وطبعا ممنوع بقى خالص نقعد في الشمس. اقرب حاجه هنزل اكويها بالميه اللي انا فيها، احط رمله، احط عليها ميه بملح، او مثلا نستخدم الخل. ماما بتقول نرش خل. حطي خل، انا بسمع كلام ماما. في مراهم معموله خصيصا يعني للحاجات دي، للحالات اللي زي كده، واكيد في مراهم للساعات بتاعته، بس انا ما اعرفهاش الصراحه. ممكن الرمله اللي بتبقى على الشط، ممكن رمله، وممكن ليمون. نجيب مثلا رش خل مثلا من كلمات موضوعيه على الجلد عشان يخفف اثار اللسعه وكده. ممكن من ميه البحر على طول على الجلد كده، ممكن نستخدم كريمات بقى لو موضوع اكبر من كده يعني. نحط خل لان دي اكتر طريقه يعني ممكن تكون فعاله. خل، ممكن كريمات، ممكن اي حاجه عشان تضيع الورم وتضيع اثار التشوهات بتاعته.